في عز الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها واحتياجاتنا كأفراد أو كمجموعات، بيظهر دايماً الحاجة لشركات العقارات بأشكالها الكتير، من أول السمسار اللي قاعد تحت الشمسية في الشارع مروراً بمكتب العقارات اللي بيعرف طلبك وبيجيب لك شقة تشوفها، أو المطور العقاري الراجل اللي بيساعد الشركات إنها تطور من نفسها. والكل في النهاية عايز يكسب ويطور ويحسن من نفسه ودخله علشان يواجه الظروف دي. بلد صغيرة اسمها فوجيري في مدينة أوجسبورج الألمانية، إيجارات البيوت هناك مش هقولك إنها في حتة عالية وفي حتة قليلة، الإيجارات هناك ما زادتش من سنة 1512. تخيل كده تبقى عايش في بيت طويل عريض، تصميم قديم وسقف عالي وجنينة وخضرة ومكان تلعب فيه الأولاد وحاجة آخر رفاهية، مقابل تقريبا 17 جنيه مصري. وده مش إيجار قديم زي عندنا، دي ناس عايشة من بدء الخليقة على نفس الإيجار ومش بيزيد ولا المدة بتخلص. الفكرة ان المكان ده له حيثية خاصة جدا، لانه اقدم مجمع سكني اجتماعي في التاريخ، وعاش بقى قصص الحروب والانشقاقات وتقسيم المانيا ورجوع المانيا لحد ما بقى مجمع تاريخي، وبالتالي الكهرباء والمية وسبل الحياة الرئيسية الحكومة بتوفرها، ده طبعا علشان مش سواد عيونهم، ده لان المكان مزار زي ما قلنا. فخدها قاعدة، طول ما رجال العقارات والتطوير مش موجودين والظروف في الوضع العادي، يعني الأسعار هتفضل زي ما هي بدون تغيير، وده دايما مش حاجة كويسة.